متابعين معكم مستمعينا الكرام حلقة كندا إكسبريس لليوم الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول 2024 تمام الساعة 8:17 بموريال 9:17 دقيقة بهاليفاكس. ضيفي دايما بتحل علينا لحتى أو بتحل ضيفي معنا لحتى نحكي بمواضيع مهمة جدا خصوصا بالنسبة لظواهر اجتماعية منشوفها ومن الضروري التوعية حولها. رح نناقش قضية اليوم مع مهمة جدا تؤثر على مجتمعنا وهي انخراط المراهقين تحديدا في أعمال عنف معينة. ليه رح نحكي عن هالموضوع عن العلاقة اليوم مع أهلهم وأهلهم إلى أي مدى دورهم كتير مهم لأنه المشكلة تتطلب وعي وفهم عميق جدا. رح انتقل من عدة أخبار الأسبوع الماضي تصدرت العناوين. إذا بدي أبدأ من الأفال في عنا المراهقين يلي أطلقوا إنذارات خاطئة بالنسبة لمدارس ثانوية واضطرت الشرطة تغلق هذه المدارس والأهل أصيبوا بالهلع وغيرها من يعني التأثيرات يلي نجمت عن هالتصرف. شفنا كتير أيضا مواضيع بتتحدث عن انخراط المراهقين في العصابات لأنه الزعماء بهالعصابات بيستغلوا المراهقين أولا لأنه إذا دخلوا على السجن يعني بيكونوا بسجن الأحداث عقوبة مخففة ربما ومن السهل إغراءهم إن كان بالمصاري وإن كان بالمخدرات وهن يلي عم يوضعون على الأرض لينفذوا عمليات السرقة عمليات النهب تكسير حريق وتوصل أحيانا إلى القتل. وأيضا لفت لي نظري خبر بيتعلق بفانكوفر حيث ثلاث فتيات يعني اعتدوا بعنف مش مقبول لهالعمر 14-16 سنة على وبنفس النهار بالتران على فتاتين أخريين. اللي عم بيصير بالنسبة لهالطبع والسلوك لدى المراهقين والمراهقات وانخراطهم يعني ما عاد بس طبع بيعصب وبينرفز مثل ما نحن كلنا نعرف هذه ميزة المراهقين ولكن طبع عم يوصل لأعمال عنف عم يوصل لتدخل شرطة وعم يوصل للكثير من النتائج يلي اليوم ممكن يكون عندها عواقب وتأثير على سجنهم. طولت بالمقدمة ولكن ضروري نحكي عن الإطار يلي اليوم عم بيكون في حديث عنه بشكل كتير كبير ومطلوب نحن كمان نعالجه لنعرف كيف نتصرف. بقول صباح الخير لدكتور ماريان سوان. بونجور رانيا، بونجور للإذاعة، لكل الأسرة اللي حبيبي. شكرا لوجودك معنا اليوم. حضرتك متخصصة في العلوم الإنسانية ومن الضروري اليوم نضيء على هذه الظاهرة يلي للأسف كمان عم تكتر وعم بتقلق كتير من الأهالي. خلينا نبدأ من النقطة الأولى، شو هي العوامل يلي بتعتقدي أنه اليوم عم بتساهم بزيادة انخراط هؤلاء المراهقين بهذه الظواهر العنفية؟ أول شيء بعتقد في نقص بمبادئ تربوا عليها، يعني تربوا على مبادئ يا خاطئة يا أهلهم ما كانوا حدهم يا المدرسة ما كانت حدهم لتوجهون، يعني كالكبار في نقص بتربية معينة. هلأ بعدين ما فينا نضل نلوم المربيين، بدنا نقول كمان أنه هن خبرتهم بالحياة يمكن كانت عاطلة، يمكن ils ont côtoyé des gens agressifs et violents، يعني تربوا على مرافقة ناس حدون عندهم هالفيولنس عندهم هالعنف. هيدا ممكن الأهل يكونوا عنيفين كمان، يعني مش دايما البي والأم معهم حق بالتربية، مش كلهم مثلنا ومش كلهم بيعملوا جهدهم أنه يربوا ناس صالحين وبالأديان وبالكرويانس وعلى مبادئ صالحة بالمجتمع. دونك ما بعرف هن شو الشمينمان تبعهم كيف وصلوا لهالدرجة، بس أكيد المانك دو سيرتان فالور، ما عندهم هالقيم الأخلاقية وما عندهم أمباتي وما عندهم انتليجنس إيموشنال. الانتليجنس إيموشنال هو الذكاء العاطفي، منزيده على 8 أنواع ذكاء الإنسان بيتمتع فيها، مثلا ذكاء الماتيماتيك، ذكاء الميوزيك اتسترا. هالذكاء العاطفي هو يلي بيسمح لنا نحس مع غيرنا، يكون عندنا امباتي مع غيرنا لما منأذيه او لما منكون منيح معه،
يعني الصداقة المنيحة هي أي مثلا عم بتحس مع صاحبك أو صديقك أو حدا حدك عم بتحس عم يتعذب تسندي. هلا نحن مش عم نقول نكون أصدقاء لكل العالم, بس على القليل نحس مع هالشخص يلي معنا بالمجتمع, نحس باللي هو حاسس فيه شوية أمباتي. هول الأشخاص ما بعتقد طبيعيين براسهم, يمكن دروغي, يمكن عندهم ديبندانس تانية على أشياء تانية, على مسببات كيميائية بجسمهم لحتى يكونوا هالقد يعنفوا غيرهم. بس ذات الوقت إذا بدي أرجع على الرلاسيون باران أنفان يلي هي السجي لتام برنسيبال إذا بدك لحديثنا أنا وياك من كذا مرة لهلا, إنه هالرلاسيون باران أنفان إذا بتوجه الولد من هو صغير على أنه يكون عنده أمباتي, يكون عنده انتجراسيون سوسيال مضبوطة ويحس مع المجتمع وما ياخد العاطل, ياخد الشيء البوزيتيف الأشياء الإيجابية من المجتمع تبعه ومن اللي حواليه, ما بيوصل لهالدرجة. هلأ كيف بدها تصير علاقة بين الأهل والولاد عليه منيحة وصالحة وتربيهم على أنه النمو يكون صالح ويتركز شخصيتهم على قيم اجتماعية وقيم أخلاقية ويتصرفوا منيح ويكون عندهم قوة وذكاء وقوة شخصية ما يتأثر بصاحبه العنيف مثلا؟ نعم. يعني أنا إذا ابني عم بصاحب ناس وهالأشخاص عنيفين بده يصير يتوجه أوتوماتيك ما يعمل مثلهم بالمستقبل, لأنه بالنسبة له مش رح يعرف لو بري دي فو شو المنيح وشو المنيح. ليه؟ لأنه عم بحس أنه أوكي عشرة حوالي هيك دونك أنا بدي أمشي معهم. طب دكتور صوان, يعني قبل ما ندخل ب فهم يعني عم نحاول نفهم القضية قبل ما ندخل يمكن بسبل الوقاية ودور المجتمع ودور المسؤولين وأولياء الأمور, اليوم في نقطة بتتعلق بالتركيب السكاني. يعني اليوم أكيد هلا عم نحكي عن العلاقة اللي بتوصل أنه هالمراهق ما يعود يحب يجي على بيته, يلاقي ناس برا, يعود عن نقص العاطفة ربما, عن نقص الاهتمام وغيره. ولكن قبل ما أدخل بهذا الشيء, هل يا ترى التركيب السكانية, يعني هل هناك فئات أو مجتمعات معينة اليوم ممكن تشهد انتشار أكبر لانخراط المراهقين بها السلوك؟ هل لأنه فئات ممكن تكون لنقول فقيرة؟ هل يمكن الناس اللي بيهاجروا بينتقلوا من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد؟ يعني إذا قبل ما أدخل على تفاصيل كيف فينا نحمي هالجيل اليوم, هل التركيبة السكانية لها دور؟ هل هناك فئات أو مجتمعات معينة ممكن يكون فيها تسجيل أكثر لهالظواهر والسلوك؟ هلا لما بدنا نعمل اتود ستاتستيك إذا بدك, فينا نقول إنه في مجتمعات عندها قابلية أكثر, بس أنا بفضل مفوت بهاي النقطة كأنها سبب. يعني مثلا لما بقول لك أنا عندي مرض بالقلب وجعتني عيني اليمين, هيدا لأنه معي بالقلب؟ لا. الأسباب متراكمة, يعني في كتير أسباب, بس أنا ما فيني لوم هالتركيب الاجتماعي لأنه هو بهالحي, معناته أنا بتفهم وبعذره وبفهم أنه إلسي ديبلوبي نما كان نموه بهالحي هيدا, دونك أنا بدي أعذره أو بدي أفهمه. لا, أنا ضد هالنقطة هاي. ليش؟ لأنه إذا بدنا نفوت بهالأتود هاي, أصلاً الستاتيستيك ما بيطلعوا قبل سنتين ثلاثة ليبلشوا يقولوا لك أنه أنت بحي في خطر أو أنت بتركيبة معينة هيدا قابلة للتعنيف مثلاً, أو تربي أولادك بالعنف مثلاً, ما تقعد بهالمنطقة. أنا ضد هالفكرة وضد كيف بدي أقول لك الكونكلوزيون يلي منهم سيانتيفيك. ليش؟ القصة وين؟ القصة أنه النواة للنويو تبع المجتمع هو العائلة, وأنا إذا بعائلتي جنجليج مهملة, يعني لأولادي أو للمربى أو لوجودي بالبيت حدهم أو للإيكوت, يعني بيحكوني ما بسمعهم, أو أنا كل نهار بالشغل برجع الساعة 11 بالليل ما بشوفهم بيكونوا نايمين, أكيد هيدا الولد ما عم يتربى على أسس وعلى فالور. وأضرب من هيك وين؟ لما بيكونوا هن الأهل عندهم مشكلة نفسية أو معنفين, أو هن بعنفوا, أو هن قاعدين بلا شغل, أو هن عندهم مشكلة بديبندانس بياخدوا دروغ. دونك النواة, أنا أفضل أنه بحديث هيك مثيل لهالشي نركز على النواة. النواة هي المدرسة والبيت,
مش انه الحي او الكارتيه او المجتمع او ما بعرف شو. اكيد في مشاكل ماديه، في مشاكل هجره، في ناس بيجوا دجا محملين مشاكل كتير معهم لما بيجوا لهون مثلا. في اوقات بيكون خوف زايد وشكوك وعدم ثقه بالولد، بيزربوه 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 بيحاوطوه زياده، بيكونوا اوفر بروتكتيف لدرجه انه ما بيقعد يخبرهم هو شو عم بيشوف برا، وبيفلت وبيعمل اشياء برا ما بيجي بخبرهم، بخاف يخبر اهله لانه عندهم ردة فعل كتير عكسيه. اوقات بيكون في كونفلي دو كوبل، يعني الأهل مختلفين كتير لدرجة إنه هن بعنفوا بعضهم كلاميا أو جسديا وما بيعودوا فاضيين يربوا ابنهم. بعدين في عوامل كتير، عوامل إنه الكرويان يلي بيكون عندهم كتير متمسكين بالدين، مع احترامي لكل الأديان، في أهل كتير متمسكين بالدين وبيطلبوا من أولادهم يعملوا ذات الشيء لدرجة قصوى ما بتطبق، يعني the demand irrealist. يعني مثلا بدك ترجع البيت الساعة 8، بدك تخلي الحجاب على راسك 48 ساعة، بتروح هيدي على الجامعة البنت يا بتشاوب مش قادرة تخلي الحجاب يا بتشيل الحجاب بالأوتوبيس. أنا شفتهم وعندي بنات دي كليانت بيقولوا لي ما بيكون خيارة الشخصي ربما منخاف. ايه بس 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 لحقلك انه هاي كمان نقطة كتير مهمة، انه الولد بيخاف يواجه اهله انه vos demandes sont irréalistes. يعني انت يا ماما اللي عم تطلبيه مني ما بقدر طبقه، يعني ما بقدر طبقه، يعني ما بيتطبق. مش انه انا ما بدي اسمع كلمتك، انا بسمع كلمتك بس انا مش قادرة طبق، يعني ما بيتطبق شيء. دكتور سوان بفاجئك انه نسبة الفتيات اليوم يلي عم بيصير عندها هذا السلوك العدواني والمستغرب، يعني هل نسبة الفتيات عم بتفاجئك؟ اكيد عم بتفاجئني، وكتير فتيات عم يجوا لعندي لانه علاقتهم بامهم عاطلة جدا، مش قادرين يصارحوها وعم بيعيشوا مشاكل هن لوحدهم. يعني الفيف ان دوبل في، عم بيعيشوا حياتين، حياة بالبيت بيتظاهروا بشي معين مثل ما اهلهم بدهم تمثيل، وحياة برا، ولما برا هي بتواجه مشكلة كتير عويصة مش قادرة تصارح اهلها ليساعدوها. يعني مستغرب انه بهالعصر وبسنة 2024 يكون بعد ما قدرنا هيك نتوصل لنخلق يعني طريقة حوار مع أولادنا حتى ما يخبوا علينا، ما يعملوا شيء من وراء ظهرنا. يعني كلنا يمكن قطعنا بظروف قد ما كانوا الأهل متشددين، بيضطر الإنسان يمكن ما يخبرهم كل شيء، ولكن بتعرفي أنه قديش ممكن هذا الأمر يودي لظروف. على كل قبل ما ننهي اللقاء بدي أقول لكل الأشخاص يلي مهتمين كتير بهالموضوع وهذه العلاقة تحديدا بين الأهل والأولاد، ولا سيما عم نحكي عن الفتيات أيضا لأنه للأسف عم ينخرطوا أكثر وأكثر يعني بسلوك عنفي وسلوك ما لازم يكون بيشبهون. حضرتك عندك محاضرة يوم الجمعة 25 شهر عند الساعة 7:30، إذا فينا هيك بشكل سريع نعطيهم المعلومات اللي بيحبوا يتابعوها. المحاضرة الساعة 7:30 عشية هيدا نهار الجمعة 25 الشهر بالسالة تبع كنيسة مار يوحنا سان جان لابوتر ببيير فون على 12450 غاسكون 12450 غاسكون. وأنا ماريان سوان على الباج فيسبوك دايما عم حط أشياء، كمان في دايما دي كونفرنس جراتويت، يعني في عنا حوارات وهيدا، وأنا دايما بحب أنه يكونوا الأهل موجودين وناس مثلنا، ناس مثلنا يعني جايين من مجتمعات مختلفة عم ينخرطوا هون وعم ينجحوا بحياتهم، وليش لا، وفينا نعطي دايما نتساعد دايما نتساعد. نعم دكتور سوان، دايما الوقت بيمر بسرعة مع هالمعلومات الغنية اللي بتشاركينا فيها، على أمل اللقاء القريب أيضا مواضيع تدور في فلك هذه الملفات الأساسية اليوم اللي عم تأثر كتير على مجتمعنا. شكرا لك وبتمنى لك يوم سعيد. مرسي كتير رانيا، ومرسي لكل المستمعين ولأسرة الإذاعة. شكرا.